نصف نهائي وفى بعوده بعد أن شاهدنا مباراتين ولا أروع، حسمت الأمور فيهما في الرمق الأخير لتضرب لنا موعدنا السبت القادم مع ديربي مغاربي يعد بكثير نهائي كأس العرب في هذا العدد الجديد من برنامج سبورتس أريا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. إذن وكما جاء في المقدمة فقد أسفر لنا نصف نهائي كأس العرب عن مباراة وصدام ناري بين الجزائر وتونس. المنتخب التونسي الذي كانت بدايته في الدورة متذبذبة ها هو الآن في النهائي بعد أن تخطى عقبة الفراعنة في الوقت بدل الضائع. المباراة كانت تقريبا متقاربة مع تفوق طفيف للتونسيين خاصة في وسط الميدان، وبعد أن كان الكل ينتظر في صافرة النهاية والذهاب نحو شوطين إضافيين جاء الهدف التونسي بنيران صديقة بطلها المدافع المصري وقائد الفريق عمرو السولية بعد مخالفة نفذها نعيم السليتي، كان ذلك في الدقيقة 94. المنتخب الجزائري تمكن من التأهل هو الآخر للنهائي بعد مباراة قوية ضد مستضيف الدورة المنتخب القطري. أشبال مجد بوغرة تمكنوا من كبح جماح القطريين طيلة أطوار المباراة بعد أن سيطروا تكتيكيا على رفقاء أكرم عفيف الذي كان ظلا لنفسه، الأمر الذي كلل بهدف السبق سجله جمال بن عمري براسية بعد قطفة بن عيادة من خارج منطقة العمليات، كان ذلك في الدقيقة 59. ليتواصل التفوق الجزائري من الجانب التكتيكي إلى أن جاء الهدف القطري في الدقيقة 97 بعد أن أضاف حكم المباراة 9 دقائق كاملة ما أثار سخط الجزائريين، وهذا قبل أن يضيف بليني الهدف الثاني في الدقيقة 107 بعد كرة عائدة من الحارس الذي تصدى لضربة جزاء قبل أن يفشل في منع منفذها بليني من استدراك الموقف وإضافة هدف الفوز. لتبقى نقطة الاستفهام تحوم حول الوقت البدل الضائع الذي أضافه الحكم البولندي سيمون مارسينياك. النهائي إذن سيكون مغاربي خالص بين الجزائر وتونس، وحين نقول الجزائر وتونس في كرة القدم سيتبادر إلى ذهن الكثير منا تاريخ المواجهات بين الجارين، حيث بلغ العدد 47 مباراة 21 منها رسمي والبقية كانت مباريات ودية. أول مواجهة كانت في 15 من شهر ديسمبر 1963 بتونس وانتهت بالتعادل السلبي 0-0 لتتوالى بعدها المباريات.
تمكنت الجزائر من الفوز 17 مواجهة فيما عاد الحسم لتونس 16 مرة، كما خيم التعادل في 14 منازلة. واللافت للانتباه هو أن المنتخب التونسي يملك التفوق في المباريات الرسمية بتسع انتصارات مقابل 5 للجزائر، فيما انتهت النتيجة بالتعادل في 7 مباريات. وآخر مباراة جمعت بينهما كانت بطابع ودي، وهذا في 11 من شهر جوان 2021 بتونس، وانتهت لصالح محاربي الصحراء باثنين مقابل صفر. النتائج والأهداف المسجلة في كل فوز فقد اتسمت بالتقارب، إلا في 3 مباريات كانت النتيجة بينهما ثقيلة. الأولى كانت في مباراة ودية أقيمت بتونس سنة 1976، وعاد الفوز للمنتخب التونسي بثلاثة أهداف مقابل صفر. أما الثانية والثالثة فكانت في تصفية كأس العالم 1986، أين تمكنت الجزائر من الفوز ذهابا وإياما 4-1 في مباراة الذهاب بتونس، و3-0 في مباراة العودة التي أقيمت بالجزائر. وللتفصيل أكثر حول هذه المباراة ارتأينا أن نأخذ عينة من أهل الاختصاص، من لاعبين مدربين محللين وحتى صحفيين الذين قالوا عن هذه المباراة ما يلي. بلال بناري معلق قنوات التلفزيون الجزائري، السلام عليكم خويا ناصر مدير القناة على اليوتيوب، تحية لك ولكل مشاهدين القناة تاعك على اليوتيوب. طبعا لا يفوتني أن أشكرك على المجهودات المبذولة من طرفك في هذا المجال، مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله تصل لما تصبو إليه. طبعا بالنظر وبالحديث عن النهائي المرتقب، نهائي كأس العرب للأمم فيفا 2021 بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي، أكيد نعود للحديث على الدربيات القوية التي تجمع المنتخبين القويين العريقين، المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب التونسي. طبعا المنتخب الوطني الجزائري أزاح من طريقه منتخب قطر في نصف النهائي، والمنتخب التونسي أزاح المنتخب المصري. الآن وكأني بلسان حال كل منتخب يقول إن لم أرفع كأس البطولة فكأني لم أفعل شيء، وما يعطي المباراة هذه ندية وحماس كبيرين. هذا النهائي الذي سيكون متكافئ إلى أبعد الحدود، وصاحب التحضير الذهني والنفسي هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة. على كل مباراة بين أشقاء تسودها الروح الرياضية أكيد، والأحسن هو الذي سيفوز وسيتوج بلقب البطولة. تحياتي أنا بلال بناري معلق قنوات التلفزيون الجزائري. السلام عليكم الأخ ناصر، نشكرك على كل مجهودات الجبارة اللي تقوم بها في شان يوتيوب، اللي تنشط بقوة. نتمنى لك كل نجاح وكل ما عندها اللي تتمناه تلقاه قدامك. أنت إنسان راجل ذو كفاءة عالية، ربي يحفظك وربي إن شاء الله تكون عندك مسيرة حافلة من النجاحات. النهائي كأس العرب أنا أقول لك نهائي كبير، نهائي ما بين جارين تونس والجزائر، ما عندها شعب واحد، ما عندها نشوفه الفريقين كانوا يؤدوا في مقابلات في المستوى من ناحية الأداء ومن ناحية النتائج فوق أرضية الميدان، كانوا معناتها عندهم جرينتا كبيرة، عندهم حرارة كبيرة، عندهم روح قتالية. أنا نقول لك اليوم المقابلة راح تكون مقابلة قتالية، مقابلة رجولية، مقابلة معناتها اللي يحتمد الإضافة راح تفوز بالكأس، مقابلة راح تتلعب على جزئيات صغار اللي يسجل معناتها الأول راح يحفز للفريق تاعه
باش يحط ان با في الـ في الـ في الكاس. انا نقول لك ان شاء الله ان شاء الله نقول لك ان شاء الله نشوفوا لو فير بلاي سور تيران وفي لي غرادا هكذا باش نمدوا ليماج. اول شيء نمدوا صوره جميله لكل العرب. ان شاء الله نقول لك لو مير كي غان ما بين تونس والجزائر اللي يكون محضر جيد راح يفوز بالمقابله. وانا نظن المقابله راح تكون 90% للمنتخب الجزائري اللي راهو يؤدي في نتائج ايجابيه. ونشكرك اخ ناصر على المجهودات الجباره والسلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا خويا ناصر. تحياتي كوتش امين كابتن امين محمد سعيداني، جزائري مقيم في دولة الأردن. خويا ناصر نهنيك ونشجعك وندعمك في قناتك تبع اليوتيوب، وإن شاء الله يا رب كل توفيق لك وكل المساندة. اليوم احنا نحكي على مباراة تونس ومباراة الجزائر نهائي بين أشقاء الإخوة، دربي مغاربي، دربي إن شاء الله يفي كل وعود. الجزائر ما شاء الله عليها خاضت الدربيات قبل هذا النهائي، وما شاء الله عليه كانت من أحسن المنتخبات تشكيلة ولا أروع. كوتش مجيد ما شاء الله عليه، إن شاء الله يكملوا الفرحة اللي شفناها، إن شاء الله يكملوا يفرحونا في النهائي. بالنسبة إخوة التونسيين وبالنسبة للمنتخب التونسي كانت نتائج متذبذبة، ولكن منتخب جيد، منتخب متجانس، مزيج وخليط بين الخبرة والشباب. حيكون ديربي، وانت تعرف الديربي دايما يكون فيه حرارة، تكون فيه ندية. في الأخير روح رياضية بين الأخوين هي اللي حتفوز. بالنسبة لي أنا، سواء الجزائر، أنا حايب الجزائر تفوز، ولكن سواء الجزائر أو تونس الاثنين منتخبات بنحبهم، وكل توفيق لمنتخبنا وكل دعم منتخبنا الجزائر. السلام عليكم. مباراة صعبة لكلا المنتخبين والتكهن فيها أصعب، فيا ترى ما سيكون له كلمة الفصل في النهاية؟ هل لتونس ويكون التتويج الثاني لنصر خطاج، أم للجزائر التي تريد هي الأخرى أن تدخل ولأول مرة في لائحة المتوجين بالمسابقة؟ إلى هنا وصلنا لنهاية عدد اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لنستقبل آراءكم وانتقاداتكم، وحتى يكون تواصلنا كذلك أسهل أفيد وأفضل. أهو ناصر غيبي يحييكم، الملتقى في العدد القادم بإذن الله.